لم يكن أبرز المتشائمين يتوقع بداية مخيبة في الكان كتلك التي سجلتها منتخبات الجزائر، تونس والمغرب. فالمنتخب الوطني كان أول من استهل المشوار وقص شريط المشاركة العربية في العرس الإفريقي، مشاركة بدأها المحاربون بالتعادل المخيب أمام زيمبابوي. نسور قرطاج حالهم لم يكن أفضل من المحاربين شركائهم في المجموعة، وعجزوا عن التحليق في أول مواجهة لهم بعدما تمكنت أسود التيرانغا السنغالية من اصطيادهم ودكت شبكهم بهدفين، لتتربع الأسود على صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط وتترك وراءها محاربي الصحراء بنقطة واحدة، فيما تبقى النسور من دون رصيد. الخيبة العربية في هذه البداية انتقلت عدواها إلى المنتخب المغربي الذي عجز عن الفوز على المنتخب الكونغولي، وبدت أسود الأطلس عاجزة عن إيقاف الفهود التي كانت سرعتها أكبر من سرعة أشبال إيرفيرونار الذي لم تشفع له خبرته الإفريقية ولا حتى تتويجته بالكأس، آخرها لقب النسخة الماضية مع المنتخب الإيفواري. لتبقى هذه الانطلاقة غير مفهومة بالنسبة لهذه المنتخبات. حقيقة كنا ننتظر الأحسن، ولكن شفنا ولكن في اللعب سو لو بلون جو كانوا ملاح يعني في الأداء، ولكن اللمسة الأخيرة والتهديف ما كانش. نقولوا احنا الحمد لله كنا الفريق يعني من المغرب العربي اللي ما نهزمش وقدرنا نعودوا بقوة. أنا نظن مرة أخرى بدون ما نلقى الأسباب، نظن عامل لو كليما مؤثر. أنا لعبت في الأفريق ونعرف شنو الكليما، لأن الديبيو تاع تونس الجزائر كان كارثي. فهل هي مجرد عثرة بالنسبة لهذه المنتخبات الثلاث، أم أن عجزها سيتواصل وستستقل أول طائرة تغادر الغابون بعد نهاية الدور الأول؟